أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله
المقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره كفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم.